السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يا شيخنا؟ الحمد لله، جزاكم الله عنا كل خير. وإياك. والله مش كان عايز أسأل حضرتك على والدي، يعني حفظه الله ورعاه. كان السنة العام الماضي في رمضان كان بيصوم، هو يبلغ من العمر حوالي 80 سنة. السنة اللي فاتت جه في نص رمضان وكان تعب جامد يعني، وأفطر يوم وكان كمل بعد كده يعني الصيام برضه، لكن تأثرت الكلى بتاعته، تأثرت وأرهق جامد. فهل السنة دي عليه صيام ولا هو حالته يستطيع الصيام أو لا يستطيع؟ إذا لا يستطيع الصيام يفطر، استطاع الصيام يصوم. بس هو ممكن يصوم بمشقة وممكن تتأثر الكلى تاني برضه. لا ضرر ولا ضرار. جزاكم الله عنه. وإياكم. لكن هل يطعم مسكينا ما كان كل يوم يفطره؟ لا، أنس كان يفعل ذلك، لكن لا أعلم دليلا يلزمه بالإطعام، إنما شيء حسن إن فعل، أما إذا لم يفعل لا أعتقد، لا أعلم دليلا يفيد أن عليه إطعام.